الانتخابات البرلمانية في مصر واجب شرعي أو إثم خالص؟ قبل صبيحة الانتخابات بأيام وأسابيع استفاق المصريون على تراشق بفتاوى بشكل رآه كثيرون مربكا. علماء دين كبار، أسماء بارزة وثقات تجزم أن المشاركة في الانتخابات واجب لا يقل عن أداء الصلاة، تقسم أن المقاطعين مجرمون وأن عدم المشاركة خيانة لله وللرسول. علماء دين آخرون كبار، أسماء بارزة وثقات تجزم أن المشاركة إثم بين يساعد الطغاة على تثبيت أركان حكمهم وتضيع حقوق ودماء من سقط. مصدر الإرباك هنا أن الثقات كلاهما لديه نصوص داعمة. هل المشاركة أو المقاطعة في انتخابات برلمانية بحاجة إلى فتاوى دينية؟ فريق ثالث يرى أن الجانبين يجب أن يصمتا، لأن التراشق هنا يصب في اتجاه تسييس الدين وتدين السياسة. وإن يرد على هذا الرأي أن رجال الدين جزء من المجتمع، وأنه وفقا للدستور يحق للمؤسسة الدينية التدخل في أمور اجتماعية وسياسية تخص حياة المواطن، ومنها في حالاتنا الآنية المشاركة في الانتخابات. ما رأيكم أنتم؟ نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة، على الهاتف 00442077650211، على bbcarabic.com صفحة شارك برأيك، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @محمد_news. ابعثوا برأيكم إذن على نوافذنا الإلكترونية المختلفة، كذلك بالأسئلة سأطرحها على ضيوفي بعد قليل على الهواء مباشرة. كل الأسئلة وكل الآراء منذ الصباح زميلي حازم الخولي يتابعها. حازم أهلا بك. أهلا بك محمد. محمد، الحوار على صفحاتنا الإلكترونية اليوم يدور حول مسألة خلط الدين بالسياسة. مشاركون هنا في الحوار وصفوا هذه القضية بأنها جديدة قديمة، تحاول بعض الأنظمة سواء في العالم العربي أو حتى هنا في الغرب استخدامها كأداة ووسيلة لتحقيق بعض أهدافها ومصالحها. سوف نتعرف لاحقا في البرنامج على أهم ما ورد من آراء المشاركين ونعطي بعض الأمثلة لها. ابقى متابعا يا حازم، سأعود إليك إذن لعرض كل هذه الآراء، لكننا جمعنا الآراء أيضا بشكل مباشر من مكان الحدث من القاهرة العاصمة المصرية. توجهت كاميرا نقطة حوار وسألنا: هل تدفعك دعوات رجال الدين للمشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية؟ دي أولا حرية شخصية لكل مواطن أنه ليه حق التصويت بنعم أو بلا، وأنا مش بتأثر بكلامهم، بينادموا عندنا في البلد بالنزول في بينات في مكبرات الصوت وبعد صلاة الجمعة بيطالبوا الناس، وأنا مش بتأثر بالكلام ده، والكلام ده ما يهمنيش ما يدينيش أي أهمية للكلام ده. بس فأترك الحرية للناس أصلا، ده حرية، هنزل انتخابات أو ما انتخبش، هنتخب فلان أو ما انتخبش فلان، ده حرية شخصية ترجع للكل. السياسة طبعا كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، ولازم المشاركة، ومش ما استناش اما حد يقول لي انزل او ما تنزلش، او ده يأثر عليا او ما يأثرش عليا، انا اشوف الصالح العام للبلد. ذهبت للانتخابات بالدعوة الوطنية ليس إلا، وثانيا رجال الدين اصبحوش زي زمان، يعني رجال الدين دلوقتي فقدوا اي قدرات ابداعية، تكرار كلام مكرر، كلام مناسبات وكلام مطاط وكلام غير واضح وغير محدد. فللأسف يعني أغلب رجال الدين أصبحوا كده، سواء رجال الدين بتوع السلطة أو رجال الدين المعارضين. طيب، قسط كبير من هذه العينة ترى أنها لا تتأثر برأي رجال الدين كثيرا حتى إذا صدرت منهم بعض الدعاوى. البعض قال أنه يتأثر بالدعوة الوطنية فقط، والبعض قال أن رجال الدين فقدوا قدرتهم على التوجيه أو الحشد أو الفتوى، وبالتالي لا يتبعهم قطاع كبير من المصريين. كيف ترون أنتم هذه القضية مع مجموعة من المتصلين على الهواء مباشرة، مروان وأحمد ووائل وفاروق جميعهم على خطوط الهاتف؟ أبدأ مع مروان يتحدث من البحيرة. مروان أهلا بك، هل استمعت أنت بنفسك لفتاوى من التي أشرنا إليها سواء تحض على النزول والانتخاب أو العكس؟ والله هم السلام عليكم الأول. عليكم السلام. هم جماعة المشايخ بتوعنا طبعا يعني يحللوا الحرام ويحرموا الحلال، لان هم يعني بياخدوا تعليمات ولازم ينفذوها. كان زمان في 2010 فضيله الامام الاكبر
شيخ الأزهر الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، قال من يقاطع الانتخابات فهو آثم. فطبعا يعني تدخل دعاة مصر في الأمور السياسية طبعا أمر مرفوض، لأن هم سيب الناس ممكن واحد ما يقطعش الانتخابات يتحفظ على البرنامج الانتخابي كامل، مش يحرمه ولا يحلله. هو الغريب ان من الجانبين هناك هذه الفتاوى، يعني سواء من يؤيد انظام ويحشد للنزول والمشاركه لديه فتوى ولديه اسانيد، والجانب الاخر ايضا من يعارض لديه فتوى ان المشاركه ايضا ستكون اثم كبير. هل يحق اصلا لرجال الدين او ترى او تؤيد فكره ان يحق لرجال الدين ان يشاركوا في هذه القضيه بفتوى ما؟ لا لا لا، رجال الدين المفروض هم دعاة دين بس، ما لهمش دعوة بأمور السياسية، وهم بيعرفوا تماما ان الشعب المصري عازف عن الانتخابات، لان الشباب يعني انت لو تعرف نسبة الحضور عندنا في البحيرة المرحلة الأولى لا تتجاوز 5%. فالشباب حصل عنده ملل، سواء الجماعة الشيوخ قالوا انزلوا وحرام عليكم وهتروحوا جهنم، أو التانيين دعوا ان لازم المرحله وخريطه الطريق والاسطوانه المشروخه اللي بيقولها النظام المصري او الاعلام المصري. فالشباب مال اصلا، يعني كنا بنشاهد، انا واخر كنت في الانتخابات صوتي في رشيد، عجايز جايبينهم ناس ختياريه وحريم، واما قطاع الشباب بصفه عامه ما شاركش وقطع الانتخابات بالمره. طيب بس هم يحضوا على الانتخابات، بس هو مش مرة تانية يا مروان، مش بس من يؤيد النظام أو من يؤيد المشاركة هو الذي يصدر فتوى، الجانب الآخر أيضا أصدر فتوى بأن من سيشارك هو أيضا آثم. يعني مش جانب واحد فقط هو الذي يفتي. جماعة الشيوخ المعارضين بالظبط يقول لك هو آثم، يعني أنت بتساند الباطل، هم في عقيدتهم أو في فكرهم أنك بتساند الباطل. ولكن هو سواء ده أفتى بتحريم المشاركة أو أفتى بضرورة المشاركة، الاثنين على باطل. طيب إن هي الاثنين على باطل. طيب يعني إذا فكرة الفتاوى فيما يتعلق بحدث سياسي مرفوضة تماما من جانب مروان. خلينا نستمع لوجهة نظر وائل، هو مصري لكن موجود في الإمارات، وإذا كان يشاركك نفس الفكرة أم لا. يا وائل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي يا استاذ محمد بيك والاستاذ حازم. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. استاذ محمد، بالنسبه لتصريحات الاحزاب المتاسلمه في مصر التي لا تنتمي للاسلام واللي بتطلع فتاوي عمال على بطال من يوم ما بداوا في مصر، انا عايز اقول لهم كلمه واحده بس، والله العظيم حرام عليكم تشتغلوا في الدعوه الاسلاميه حتى إن يتقال عليك الشيخ فلان أو الداعية فلان، والله العظيم المفروض يجلدوكم في مصر، لأن الدين الإسلامي ما قالش إنك أنت تفتي على غير علم. عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا جدا، عزوف الشعب المصري كله مش الشباب بس عن النزول للإدلاء بأصواته في الانتخابات من أهم العوامل الأساسية بتاعته وجود حزب زي حزب النور المتأسلم، لأن الحزب ده لا يقل يعني شأن عن بالضبط نفس المترشحين للانتخابات من المنفعجية ومن الفاسدين ومن الحرامية ومن المطبلطية. بس هو أنا بس عايز أتوقف معاك عند نقطة يا وائل، لأن ليس فقط من أصدر الفتوى هم المتأسلمين كما وصفتهم أنت، يعني هناك جهات رسمية صدرت عنها بعض الفتاوى، هناك شيوخ محسوبون على النظام الحالي بشكل أو بآخر أو هكذا يعتقد قطاع كبير من المصريين، هناك بعض الفتاوى وضعت على موقع دار الإفتاء أن فكرة النزول في حد ذاتها واجب وطني وواجب ديني، يعني ليس فريق واحد هو الذي يفتي. يا أستاذ محمد، أنا قصدت بكلامي الجمع بين الفريقين، بين الفريق المؤيد اللي هم شيوخ الأزهر اللي قال لك حرام اللي ما ينزلش، وبين اللي قالوا لا ما تنزلش. أنا أقصد الفريقين المتأسلمين بأي حق الأزهر يعطي فتوى بالطريقة دي، جيبوا لنا نص من القرآن، جيبوا لنا نص من السنة، جيبوا لنا نص من المذاهب الأربعة، يا بتوع الأزهر يا اللي بتدرسوا الأزهر وبتقولوا إحنا منارة الإسلام. طيب أنا آخر شيء هعطيك نص
ليس من القرآن ولا من السنة، لكن نص من الدستور. هناك من يرى أن الدستور لا ينفي أو لا يحرم فكرة أن يكون هناك دور للمؤسسة الدينية في الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية بتهم حياة المواطن المصري، ولذلك يعتقد البعض أن من ضمنها الانتخابات. فلماذا لا تشترك المؤسسة الدينية بالدعوة لها بشكل أو بآخر؟ يا أستاذ محمد، الجماعات الإسلامية في مصر جماعات لا تفقه أي شيء في السياسة، وإحنا مرينا بتجربة الجماعة الإسلامية وحكمها في ظل الإخوان المسلمين في عهد محمد مرسي، وشفنا اللي حصل في البلاد. مصر ما ينفعهاش حزب سياسي، مصر ما ينفعهاش حزب سياسي إسلامي يتحكم فيها أو يشكل حكومة أو حتى يكون في البرلمان. دي ناس اتجاهاتها وفكرها وعقيدتها ليس له لا ارتباط لا بالسياسة ولا ارتباط بالدين، بل ارتباط بأفكارهم اللي هم ماشيين عليها. قال الشيخ بتاعه كذا بس ايديه وتوضى له وصلى له، ما قالش الشيخ بتاعه كذا اتوضى له. طيب انا وائل، شكرا جزيلا على مشاركتك، وهتوجه بنفس النقطه تقريبا بالضبط لضيفي في الحوار عبر خدمه سكايب، الدكتور ثروت نافع البرلماني السابق واستاذ العلوم الاستراتيجيه في جامعه يورك في كندا. دكتور ثروت أهلا بك. من يرى أن في دستور مصر لا يوجد نص يحرم على المؤسسة الدينية أن تشارك في بعض القضايا الأساسية التي تهم المواطن سواء اجتماعية أو دينية أو حتى إنسانية عامة، ومن ضمنها الانتخابات، ما العيب في أن تكون المؤسسة الدينية جزء من هذه العملية وهي جزء من المجتمع بالمقام الأول؟ أهلا بحضرتك وبمشاهديك الكرام. طبعا لا، طبعا هناك عيب كبير إذا كنت تتحدث عن الدولة المدنية، فلا يجب أن يكون هناك تدخلا من أي مؤسسة دينية أيا كان اتجاهها، سواء كان إسلامي قبطي أو حتى أي اتجاه آخر، لا يجب أن تتدخل في العملية السياسية. هذا من منطلق ومن منظور أن تقيم دولة مدنية حديثة. أما إذا كنت عايز تعمل دولة شبه الدولة أو عايز تعمل دولة دينية، فطبعا ليس هناك عيبا من أن تتدخل المؤسسات الدينية في القرار، وقد رأينا هذا يحدث في بعض الدول التي انتهجت هذا النهج، وعلى رأسها مثلا إيران وولاية الفقيه وما إلى ذلك. بس ما الضرر مرة أخرى دكتور؟ يعني ربما مفهوم أن تتجه المؤسسة الدينية وتقول انتخبوا فلان أو لا تنتخبوا علان، هذا مفهوم أنه بالتأكيد تدخل مباشر للمؤسسة الدينية، لكن ما المشكلة أن تدعو المؤسسة الدينية لمبدأ الانتخاب في حد ذاته أو مبدأ المشاركة في حد ذاته بلا أسماء؟ هذا يفترض أن فيه مصلحة للمجتمع، فما الضرر؟ لا، ما هو ده يعني المقدمات تؤدي لنتائج سيئة. أنت لما تسمح له تقول ما الضرر في ذلك، هو لا يتدخل في عملية سياسية برمتها، سواء بالدعوة سواء كان الشيء زي ما تقول إيه، ما ده الموضوع، ده الموضوع وطني، وبعدين الموضوع الوطني يبتدي يخش في مور ديتيلز ويخش في تخصصات أكتر ويبتدي يتحكم فيها أكتر. عليك أن تبتعد تماما عن العملية السياسية طالما أنت مؤسسة دينية. المؤسسات الدينية تعني بالروحانيات وبمن يتبعوها ويتبعوا مذهبها. أما الدولة فلا بد أن تكون دولة مدنية حديثة، تكون فيها الحريات هي الأساس، ويكون فيها العدل والمساواة بين جميع طوائفها وبين جميع مواطنيها. فلما يجي يدعو هذا أو يدعو ذلك أو تتدخل المؤسسات العسكرية، بيبتدي هذا الموضوع، وده اللي احنا كنا رفضناه في الدستور الحقيقي الذي استفتي عليه في 2012 في موضوع المادة 219، وكان فيها لغط كثير، وأنا كنت من المعارضين ليها، وأنا كنت من الناس اللي رفضوا حتى فكرة عودة السكوك للمؤسسة الأزهر، ولأن معناه أنك أنت بتضع سلطة أخرى فوق السلطة التشريعية، والسلطات التشريعية هي أعلى سلطة معبرة عن الشعب. لكن لماذا ينظر لها كذلك يا دكتور؟ لماذا لا ينظر لها على أنها أداة في يد الدولة كي تحفز العملية الديمقراطية فيها بشكل أكبر؟ يعني إذا كان كما يقال دائما، ونسمع هذه العبارة تتكرر كثيرا، أن الشعب المصري شعب متدين بطبعه، إذا كان للدين تأثير في الشعب المصري سواء في الكنيسة أو في المسجد، لماذا لا يتم استغلاله لتحفيز المواطن على ممارسة ديمقراطية، ليس على مرشح بعينه وأكرر، لكن على المبدأ في حد ذاته، التوعية في حد ذاتها؟ حضرتك قلت اللفظ الأخطر في هذه المنظومة، استغلاله. طالما بدأت في مرحلة الاستغلال ستتوسع في هذا الاستغلال. لا يجب أن تتدخل أي مؤسسة دينية في أي شيء يتصل بعمليات سياسية. السياسة متغيرات
والأديان ثوابت، فإذا خلطت بين الثابت والمتغير دائما ما يحدث لغط، وإحنا مش بنعيد العجلة من أولها. هكذا كانت العصور الوسطى في الدول الأوروبية، وهكذا كانت الدول التي انتهجت نهج الدول الدينية وفشلت فشلا ذريعا وانتهى بها المقام إلى ما نحن فيه. الأهم أن تبني دولة ديمقراطية مدنية حديثة. يعني إيه مدنية الدولة؟ ما هو أنت لازم تحدد لنفسك اتجاه في الأول، وما نعلمه أن ما جاء به انقلاب 3 يوليو هو الدعوة إلى مدنية الدولة، وأنه جاء منقلبا على نظام انتخبه الشعب، وهذا النظام كان ينتهج انتهاجا أو فيه أيديولوجية دينية. فإذا هو ينتهج الآن الأيديولوجية الدينية، فلماذا انقلب على النظام السابق؟ طيب، يعني هناك لغط في هذا. سنناقش الكثير من النقاط يا دكتور، ابقى معي ودعني فقط أرحب ببعض المتصلين على خطوط الهاتف كذلك لكي يشتركوا معنا في الحوار ونعرف وجهات نظرهم. أبو فيصل يتحدث من الكويت. أبو فيصل اتفضل. يا أخي، لماذا هذا الهجوم على المؤسسات الدينية؟ المؤسسات الدينية حرة مثل غيرها، ويجب أن تتمتع بالحرية الكاملة في إبداء آرائها كيفما تشاء، والشعب ليس بغبي ولا يحتاج إلى وصاية من أحد ليكمم هذه الأفواه أو تلك الأفواه لنسيره في اتجاه معين. وأنا أرفض أن تكون المؤسسة الدينية وسيلة بيد الحكومة أو بيد الدولة أبدا. يجب أن يمنحوا الاستقلالية الكاملة مثلما يمنحوا الاستقلالية في الدول الغربية. يعني الكنيسة في الدول الغربية محترمة ولها رأيها ولها جمهورها ولها دورها الكبير. بس هو الفيصل هنا، الفيصل هنا يا أبو فيصل، هو في الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة. يعني دكتور ثروت قال إن الكنيسة يجب أو المسجد بالتأكيد يجب أن يهتم بشؤون الدين أو شؤون الدينية بالمقام الأول، لكن السياسة عندما تبدأ هذه المؤسسات في الدخول فيها يبدأ الجدل واللغط. أستاذي، رجال الدين ناس واعين وفاهمين، هم ليسوا بحاجة لوصاية أو توجيهات من الدكتور أو من غير الدكتور. لماذا نفترض أنهم جهال أو لا يفقهون؟ بالعكس، هم أفهم منا في أمور الدين. لا، هو بالتأكيد هم أفهم منا في أمور الدين يا أبو فيصل، لكن هل هم أفهم منا في أمور السياسة؟ هنا الجدل، لأن بالحديث الذي بدأناه اليوم هناك لديك فريقين، فريق يقول من يشارك آثم وفريق آخر يقول من لا يشارك آثم. ألا يتسبب ذلك في بلبلة للمواطن العادي، للمواطن البسيط؟ فليكن هناك بلبلة يا أستاذي، فليكن هناك حوار، وليكن هناك نقاش، وليكن هناك بلبلة، وليستفيد الجميع من النقاشات. ما المشكلة؟ بالعكس، هذا شيء حيوي وشيء صحي. طيب، وشيء ممتاز. جيد، يكون فيه إثارة لبعض المسائل. جيد، خلينا نستمع للدكتور ثروت في إجابة عن هذه النقطة. ما المشكلة يا دكتور؟ يا سيدي، كما أوضحت لحضرتك، المؤسسات الدينية مؤسسات تابعة للدولة. نحن نقول مؤسسات دينية وليس رجال الدين. رجال الدين قد يكون راجل مواطن عادي في الشارع عايز يبدي برأيه، يبدي زي ما هو عايز، يكلم أصحابه وأهله. أما المؤسسة حين تصدر فتوى أو حين تتدخل المؤسسات كمؤسسات، فهي معينة من الحكومات وهي مؤسسات تابعة للدولة، فلابد أن تكون متأثرة بقرار الدولة. وهذا ما رأيناه حينما أحضر قائد الجيش مؤسسة الأزهر ومؤسسة الكنيسة وأعلن انقلابه في 3 يوليو، فكان يعني هو الذي عينهم وهو الذي أحضرهم. أولا هم كانوا معينين من قبل هذا الحدث يا دكتور، لكن هو أحضرهم لأنهم جزء من المجتمع، لأن المواطن المصري في هذا الوقت كان بحاجة أن يرى هذه الرموز. صحيح، نعم، أنا أتكلم عليه كدولة وليس كشخص. بالتأكيد، وأنا أيضا أتكلم عليه كدولة وليس كشخص. نعم، لا، يعني أنا أقول عينهم، يعني عينتهم الدولة، يعني جاءوا بموافقات الدولة وموافقاتها الأمنية وما إلى ذلك، ونحن نعلم بذلك كثيرا في مصر يعني. لكن ما نقوله هو، نحن لا نحجر ولا نوصي ولا نوجه رجال الدين كما يقول الأخ الفاضل، ولا لنا دخل بهذا، لكن هم كمان لا دخل لهم بالسياسة العامة، وألا يتصدروا المشهد كمؤسسات. طيب، كأفراد كل فرد حر، هذه هي الديمقراطية. جاي، ولكن كمؤسسات لا، ليس لها حرية لأنها مؤسسات. الأحزاب التي تقول أنها تفهم الديمقراطية أكثر من غيرها، حتى الأحزاب اللي هي أكثر ليبرالية أو أكثر علمانية حتى يا دكتور ثروت، الغريب أنها هي أيضا لجأت إلى ذات الأمر، لجأت إلى فكرة استغلال الدين بالمقام الأول، ولجأت إلى ما استهجنته حتى في جماعات أخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين مثلا. أين الخلل؟
صحيح، احنا راينا خلل كبير حتى في المعسكر الليبرالي في مصر، يعني وانا يعني قد اعتبر نفسي انتمي الى هذه الايديولوجيه الليبراليه، راينا خلل كثير جدا. ما فيش حاجه اسمها ليبرالي يستدعي مؤسسه عسكريه او يستدعي مؤسسه دينيه، ما يعني كلام فارغ طبعا. ده يعني ده ناس بتدعي الايديولوجيه وهي لا تفقهها ولا تقراها ولا تنتهكها. الدوله المدنيه زي ما يقولوا احنا عايزين دوله مدنيه ويحطوا الماده 219، او يقولوا احنا عايزين دوله مدنيه ويحطوا احزاب دينيه. الدولة المدنية الحديثة لا يجب أن ترتبط بمؤسسات دينية، كما ذكرت لحضرتك السياسة فيها متغيرات كثيرة، قد أنتهك أيديولوجية وقد أغيرها، لكني حين أكون منتمي إلى ديني لا أغيره ولا أتلاعب به ولا يصلح أن أتكلم فيه كمتغير، فالدين ثوابت. لذلك لابد، وهكذا قامت الدول الديمقراطية الحديثة والدول المدنية الحديثة التي تقدمت في العلم وتقدمت في كل نواحي يعني الحياة بالنسبة لمواطنيها وبالنسبة لدولتهم. فما نقوله هو أن تنفصل المؤسسات وليس الدين كما يدعي بعض من يكهلون الكلمة، أن تنفصل المؤسسات الدينية عن السياسة. الدين موجود في البيوت، الدين موجود في الأشخاص، الدين موجود في كل ما نبتغيه، ونحن خاصة في المجتمعات الشرقية يعني دائما يعني الدين بالنسبة لنا هو البيوريتي أو الأولوية. ولكن حينما نتصل بالسياسة علينا أن نتعلم أن السياسة هي عملية متغيرة تقوم على شؤون الناس وتقوم على شؤون الدولة، وبها مؤسسات ومتغيرات لا يصلح أن يتدخل فيها العنصر الديني القائم على الثوابت. فكرة الفصل هذه هل يقتنع بها أحمد مثلا؟ أحمد على الهاتف، دعني أستطلع رأيه يا دكتور. أحمد يتحدث من موريتانيا. أحمد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أخي محمد، شكرا جزيلا على هذا النقاش، هذا الموضوع. أهلا بك عزيز. يا أخي لا أظن، لا 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 أظن يا أخي أن هناك فرق بين 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 يا أخي العلماء الدينيين والدولة، و وهذا لا يكون، ليس هناك فرق يا أخي. ما دامت الدولة عربية إسلامية أو دولة، أو ولو كانت الدولة غير إسلامية، فهناك دين لا شك أنه فالدين لا فرق بينه هو والسياسة. وإذا قال العلماء بأن لماذا هناك مفتي دولة وهناك قاضي دولة إذا كانت الدولة أصلا بغنى عن العلماء وعن عن عن, عن لا أظن أن في موريتانيا هناك علماء في معارضة، وعلماء في دولة، وعلماء ولا يتفقون دائما على المواقف الدولية، لكن كلهم له حق، وهذا ليس بالخطأ إذا كان هناك عالم. ولماذا أصلا الدولة المصرية انقلبت على 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 على, 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 على الرئيس الذي يدعى أنه رئيس إسلامي ما دامت الجمهورية العربية المصرية؟ طيب بس ألا يضر حتى ذلك بالدين نفسه يا أحمد؟ يعني عندما نجد بعض رجال الدين يدعون إلى دعم وتأييد حدث سياسي ما، ورجال دين آخرون يدعو للعكس تماما، وكلاهما يجلب نصوص وأسانيد، يعني الأمر خطير، ألا يضر ذلك بالدين نفسه؟ لا أخي محمد، لا أخي محمد، ليس بالخطير ما دامت الأمور في مجراها، ما دام العالم الفلاني يريد المنتخبون ان ينزلون، وما دام الاخر لا، وهذا واضح في مصر. يعني خلينا استوضح الامر منك اكثر، يعني كيف ليس بالامر خطير؟ يعني عندما يقول رجل دين من الاسماء البارزه ان من لا يصوت كانه ترك صلاه، كانه اثم كتارك الصلاه، والآخر يقول إن من يصوت هو آثم أيضا بشدة لأنه ينصر دولة الظلم بين قوسين، أي الطرفين على المواطن المصري الذي لا يفقه كثيرا في الدين أن يصدق؟ نعم، أولا هناك 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 مقالة دينية معروفة في المجتمع الإسلامي والعربي بأن 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 اختلاف العلماء رحمة للمسلمين يا أخي هذا ليس بالخطير. فالجماعة التي مع هذا العالم أو هذا المفتي أو هذا مهما كان فلتقعد بأماكنها، وما دام الآخر يريد النزول للآخرين فلينزلوا، وهذا لا يؤدي إلى الصدمات،
لكن ستظهر يعني الأمر بمجمله أن رجال الدين جزء من يعني كأنهم رجال سياسة يختلفون في الآراء، فبالتالي رجال الدين يمكن أن يختلفوا في الآراء وكل طرف لديه من يؤيده. دي وجهة نظر أحمد، وإن رأى البعض أن هذا لا يجوز ربما قد يجوز في الدين والاختلاف في الدين وفتاوى فيها رحمة، الاختلاف في حد ذاته رحمة، لكن عندما تدخل السياسة على الخط تبدأ المشكلة. دكتور ثروت، الليبراليون لم يقدموا للمصريين أي بديل كي لا يذهبوا وكي لا يلتفتوا إلى هذه الفتاوى الدينية، فلماذا الآن يلومون من يستخدم هذه الفتوى لاستحضار همة المصريين سواء مع أو ضد؟ لا انا يعني هو ما فيش وجه مقارنه، يعني انت هتديله ايه البديل؟ ما انت ما تقدرش تتنافس مع اي شيء يعني يكون فيه روحانيات ويكون فيه دين، لانك كده هتبتدي زي ما كثير من اللي عملوا مداخلات مع حضرتك بيردوا ردود ثانيه خالص بعيدا عن المنطق اللي احنا بنناقشه اساس، ففيه كاننا بنقلل من قدر العلماء وكاننا بنقول ان العلماء ما لهمش حقوق، والامر بعيد تماما عن هذا النقاش. يعني احنا كل اللي بنقوله زي الاخ الاخير مثلا من موريتانيا اللي بيقول فعلا هم انقلبوا على رئيس اسلامي، طيب يا سيدي الفاضل هم انقلبوا، انا معاكم، انقلبوا على رئيس بالنسبه لي منتخب، وبالنسبه لي رئيس انتخب انتخابات ديمقراطيه حره لاول مره في تاريخ مصر، لكن حقيقه الامر انهم انقلبوا بفتوى شرعيه من احد العلماء للدوله وقال هؤلاء رائحتهم نتنة واقتلوهم، في حين ان علماء تانية قالوا لا ده دول بيجاهدوا في سبيل ان دي حاله رجل انتخب وبويع. اذا دخلت الدين في عمليه سياسيه بحته حدث فيها ما حدث، بس ما كنت اعنيه هو بيقول ما حصلش اي، ما يحصلش منها اي ضرر، ما كنت اعنيه في فكره البديل ان لا يوجد برنامج يسند فكر الليبراليين بشكل واضح، وبالتالي عدم ترك المصريين لمجال الدين والمشاعر الدينية فقط. أتفق معك تماما، وعشان كده كنا بندعو لبناء الدولة الديمقراطية في حين يبتدي يتبني أحزاب حقيقية، تتبني حياة سياسية حقيقية. رأت مصر لأول مرة في تاريخها في خلال السنتين أو السنة حقيقة اللي تم فيها حكم ديمقراطي وبداية حياة ديمقراطية، رأت منابر كثيرة ورأت أفكار تتفتح ورأت الناس تبتدي بتسمع، عايزة تسمع مرشحين وتبتدي تحدد وتبتدي تغلط وتختار المرشح الغلط وبعدين تغير وجهة نظرها لأنها بتسمع أفكار وبتتعلم أفكار. هتلاقي وعي السياسي المصري ارتفع بشكل غير معهول في هذه الفترة. هكذا الديمقراطية تنمي هذه الحالة بالنسبة للليبرالية والاشتراكية وبالنسبة للحياة السياسية وتبتدي توضح لها برامج حقيقية. إنما أنت دلوقتي لما تيجي تتكلم في دولة منغلقة يقول لك الليبرالي ده كافر واستغفر الله العظيم، يعني أو يقول لك غير كده ما تسمعش كلام الحاكم تبقى أنت كافر وخرجت عن الحاكم. بيوظف الدين في العملية الشمولية وفي العملية الدكتاتورية. وهذا نراه في جميع المجتمعات الفاشية والمجتمعات معظمها العربية وفي الدول العربية والخليجي، لأن هو وظف الدين في السياسة وليس الدين مستقلا تماما عن السياسة أو عن المؤسسة. شكرا جزيلا لك يا دكتورة. دكتور ثروت نافع البرلماني السابق وأيضا أستاذ العلوم الاستراتيجية في جامعة يوك كان معي من كندا عبر سكايب. سأواصل بعد قليل استقبال المزيد من الاتصالات الهاتفية وأيضا ضيوفي عبر الأقمار الصناعية للحديث عن ذات الموضوع، لكن زميلي حازم الخولي منذ الصباح يتابع ذات القضية أونلاين. حازم أهلا بك مرة تانية. المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة بحاجة إلى فتوى من وجهة نظر المشاركين أونلاين؟ الإجابة وفقا لمعظم الآراء التي جاءت في الحوار محمد هي لا، الانتخابات ليست بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى. لماذا؟ لأنها قد تأتي بنتائج عكسية، لأن كثيرين فقدوا الثقة في المؤسسات الدينية، والبعض في الحوار رأى أن رجال الدين وهذه المؤسسات الدينية تحولوا إلى ما وصفه البعض بعلماء السلاطين الذين يستخدمون علمهم لخدمة الحاكم. ما يحتاجه الناخبون من وجهة بعض من أدلى برأيه في نقاش اليوم، ما كتبه محمد على صفحتين على فيسبوك، يقول الناخب يحتاج إلى وجود حياة ومنافسة سياسية وإنهاء الاستبداد والقمع والاعتقالات واحترام استحقاقات 25 يناير ونتائج الانتخابات السابقة. عبد العليم حسان يقول في مشاركة أخرى يحتاج الناخب إلى زيادة هامش الحرية والثقة في أن صوته سيذهب في المكان الصحيح. في المقابل يقول معاذ ديننا منهاج حياة شامل، فكيف لا نأخذ رأي علمائنا؟ لا يمكن إقصاء الدين في مجتمع يعد من أكثر شعوب العالم تدينا. لكن ما التداعيات طيب؟ فكرة خلط الدين بالسياسة، التأثير على صورة المؤسسة الدينية نفسها ربما في مجتمع مثل مصر.
العواقب خطيرة محمد كما يقول مشاركون في الحوار، لماذا؟ لأن السياسة تحتاج في بعض الأحيان إلى أساليب وطرق ملتوية قد تتنافى مع تعاليم الدين، لذا عندما يتم الخلط بينهما فإن المؤسسة الدينية ستفقد رصيدها لدى الناس وتصبح الفتاوى التي تصدر عنهم لا قيمة لها. محمد علي مثلا يقول في مشاركة له: عندما يدخل رجال الدين عالم السياسة هم الخاسرون، لأن السياسة تحتاج إلى مراوغة والتفاف قد لا يسمح به الدين. سحنون بالمديوني يقول: رجال الدين في وقت مرسي لا يجوز لهم التحدث في السياسة، لكن في وقت السيسي لهم الحرية بشرط أن يكون في صالح السيسي حتى ولو قالوا أشياء لا علاقة لها بالدين. يحيى أبو طالب يقول: فقدنا الثقة تماما برجال الدين، وهناك من فقد الثقة بالدين نفسه بسبب مواقف متلونة ومتحولة حسب ما تحتاجه أنظمة الحكم على مدار عقود طويلة كان أصحابها يطلق عليهم رجال دين. ربما المشاركة هذه تدفع للسؤال التالي: مع كثرة كل هذه الفتاوى التي لها بعد سياسي، إذن هل يتعثر المواطن بها أصلا؟ هناك من قال في الحوار أنه هذه الفتاوى ربما تؤتي كلها مع البعض، لكن مع البعض الآخر لا، لن تؤتي أي نتائج ولن يعني تحدث أي نتائج لديهم. مثلا محمد بسيوني يقول: لا خلاص، كان زمان تحررنا من تلك الترهات وفهمنا اللعبة ماشية إزاي، رجال الدين هم مخبرون بدبورة إلا من رحم ربي. مشاركة أخرى من زيدان محروس تقول: لا أتأثر، إنما يدفعني الحزب صاحب البرنامج المناسب للانتخاب، هذه المرة لا يوجد أحزاب مناسبة لذلك لم ينزل أحد. مي مراد تقول: أشمئز من استغلال الدين في لعبة وقحة كهذه، لكنها تؤتي بنتائج، بما أن كثيرا من المرشحين يستخدمون هذه الطرق هي تؤتي بنتائج مع عدد من الناس. لكن واضح أن الانتخابات عموما أو الفتاوى اللي صدرت سواء للتشجيع أو للتنفير كان لها مردود على مواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد. هل هناك أشياء معينة توقفت عندها أو رصدتها حازم خلال متابعتك للأراء؟ بالفعل محمد، مواقع التواصل الاجتماعي كانت مسرحا خلال الأيام الماضية للتعليق على الانتخابات المصرية وما يدور بشأنها. مثلا على موقع تويتر تصدر هاشتاج محدش راح قائمة الهاشتاجات المصرية خلال اليومين الماضيين، آلاف التغريدات عبر عنها المشاركون عن رأيهم في الانتخابات وكل ما دار فيها. بالطبع خفة الدم المصرية المعروفة ظهرت جلية في هذه التغريدات. مثلا ما تقوله لميس صلاح تقول: فقط في مصر عدد المرشحين أكثر من عدد الناخبين، نحن نختلف عن الآخرين. عمرو شحاتة يغرد قائلا: نفسك في مكان هادي تقعد تفكر فيه لوحدك، عليك وعلى أقرب لجنة انتخابية. أخيرا عبد العزيز الكاشف يقول: طب اقفل اللجنة وافتحها تاني كده يمكن الإقبال يزيد. طبعا هذه هي الجملة الشهيرة لأي مهندس كمبيوتر عندما تحدث مشكلة ما في الجهاز: اقفل الجهاز وافتحه تاني يمكن المشكلة تتحل. شكرا جزيلا يا حازم. ربما نعود إذا وردت آراء أخرى، لكننا جمعنا الآراء مباشرة من مصر. كاميرا البرنامج تواجهت هناك وسألت: هل آراء رجال الدين دور في اختيار لمن نصوت في الانتخابات؟ إلى حد ما رجل الدين بيبقى ليه دور، ودور قوي كمان، بحيث ان هو بيبقى عندي ثقه فيه اذا كان كلامه صحيح. انا شايف ان رجال الدين ما لهمش دور في التاثير على عمليه الانتخابات او التصويت او كده، لان هو دوره بينحصر في الجامع. رجال الدين في النظام السابق كان لهم دور، ان هم مثلا في الانتخابات كانوا كلمتهم ماشيه، حاليا دلوقتي ما لهمش دور خالص نهائي، ما ينفعوش نهائي نهائي نهائي. رأي رجال الدين ممكن يأثر عليا وأنا عليا في الانتخابات، في صوتي ممكن أكون رايح أنتخب وأسمع فتوى وأسمع من حد من رجال الدين تأثر عليا إن أنا أروح أو ما أروحش. أو طبعا رجال الدين ليهم دور مهم جدا في الحكايات الانتخابات دي، لأن في ناس كتير جدا بتحب تمشي برأيهم وبتمشي وراء الرأي بتاعهم دوت حتى لو هم مش مقتنعين. في خلاف هنا، الأول نحدد من هو رجل الدين اللي نسمع كلامه. إذا كان رجل الدين ده راجل معتدل وشخصية عامة ومعروف، الناس هتقوده وهيبقى له تأثير كويس قوي. أما المتشددين هم هيسمعوا كلام المتشددين زيهم. ما تفهميش الصح والغلط فين،
يعني ما تفهمش منهم اصلا صح وغلط فين. يعني اسال واحد بره يكون عنده علم بسيط بس ما يسالش شيخ. آراء مختلفة من مصر. البعض قال إن رجل الدين له دور كبير بالتأكيد في التأثير على فكرة التصويت من عدمه. البعض قال إنه لا دور رجل الدين تراجع كثيرا خصوصا في الفترة السابقة. أحدهم قال أسأل شخص عادي لكن ما أسألش رجل دين. الحديث بالأساس عن فكرة توجيه الناس سواء للمشاركة أو للمقاطعة عبر مجموعة من الفتاوى وتأثير ذلك على المواطن وعلى مصداقية رجل الدين وعلى الصورة بمجملها. عبر الأقمار الصناعية من القاهرة معي الشيخ عبد الله رشدي الباحث في شؤون الأديان والمذاهب في الأزهر الشريف. شيخ عبد الله أهلا بك. هل من الحكمة أن يكون المواطن المصري في المنتصف ما بين مجموعة من الفتاوى تأمره أن يذهب ويصوت من رجال دين كبار وثقات وفتاوى مضادة أيضا من ثقات تأمره بالعكس تماما ولكل منهما أسانيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك وبكل أضيافك الكرام. واسمح لي مقدمة أن أقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن إلى ربك المنتهى فنهاية الحياة بكل ما فيها لله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر والوحي أمر الله ولا يتعارض أبدا شرع الله مع خلق الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونعم بالله يا شيخ عبد الله ده إيه علاقته بالانتخابات؟ اسمح لي بس حضرتك أكلم أكمل وجهة عشان بس نظري. الوقت ما هو نعم بالله لكن ده نعم. إيه علاقته بالانتخابات؟ إيه علاقته باللي إحنا أنا جاي لحضرتك أقول لك علاقته إيه بالانتخابات؟ قول. علاقته أنه لابد أن نعلم أن كل فعل للمكلف فإن لله عز وجل فيه حكم. يعني لو أن إنسانا قام أو قاعد أو أكل أو شرب فلابد أن هناك حكم شرعيا كويس. بالإباحة أو الكراهة أو الوجوب أو الندب أو الحرمة كويس. الانتخابات فعل من أفعال المكلفين ونحن في دولة مدنية أي ليست عسكرية لكنها ليست علمانية وليست ليبرالية لأن نص الدستور يقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة. إذن لم يصدر عن الأزهر أقول لكل من يسمعني الآن لم يصدر عن الأزهر الشريف حتى الآن فتوى واحدة تقول إن من شارك في الانتخابات كافر أو غير كافر أو آثم أو غير آثم ومن صدر عنه مثل ذلك إنما هو رأي شخصي يرد عليه هو ولا يتحمل الأزهر تبعة كلامه في ذلك. أما الذي صدر من الجهة الرسمية في الأزهر الشريف وهو يعني على سبيل الذكر من دار الإفتاء المصرية بنص كلام المفتي المفتي يقول أن الانتخابات أو التصويت مسؤولية كبيرة يجب أن تتم بشروطها وهي دقة الاختيارات لأن هذا الصوت أمانة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات حزبية أو سياسية أو قبلية وكذلك عدم استدعاء المصطلحات الدينية التي تتعلق بالحلال والحرام إلى سياق العمل الحزبي بما يمثل إقحاما للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام فهل بالله عليك بعد هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه يأتي إنسان فيقول إن الأزهر الشريف أو طيب. إن المؤسسات الدينية في مصر تتدخل في توجيه صوت الناخبين طيب. هذا يعني عبث صراح الأزهر بالتأكيد المؤسسة الرئيسية التي نتحدث عنها الآن لكن عندما يخرج علينا شيخ مثل شيخ أحمد عمر هاشم ويتحدث صراحة عن فكرة ضرورة أن نتوجه ونصوت وأن من لا يفعل ذلك آثم الشيخ عبد الله النجار يقول إن الأمر واجب شرعي لا يقل عن فرض الصلاة حتى وإن لم يكن الأزهر هؤلاء علماء كبار على صلة بالأزهر بشكل أو بآخر حتى وإن لم يكن الموقف رسمي من الأزهر أنا مواطن مصري معلوماتي الدينية محدودة عندما أسمع هؤلاء يقولون ذلك وفي المقابل هناك من يقول لا تذهب لأنك ستكون آثم ماذا أفعل؟ عليك أن تسأل المؤسسة الرسمية الدينية حتى وإن كانت الأسماء التي أشرت إليها على صلة مباشرة بالأزهر يعني أنا لا أتحدث حضرتك عن أسماء قليلة اسمح لي حضرتك أن أكمل وجهة نظري فضل. عليك أن تسأل فضلك الله أن تسأل المؤسسة الرسمية الدينية أما الأشخاص فهم علماء والعلماء في ديننا غير معصومين يعني يؤخذ منهم ويرد عليهم لذلك عندنا أئمة أربعة ومدارس فقهية متعددة كل يؤخذ منه ويرد عليه كما قال الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب
بهذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أعجبك قول فلان أو علان فخذ به، إن لم يعجبك فأنت في حل. حتى إن رأي المؤسسة الرسمية، المؤسسة تقول كلامنا ليس ملزما، كلامنا ليس قرآنا، ليس نصا يتعبد الله به. يا شيخ عبد الله، التأثير الشديد لرجل الدين خصوصا على المواطن البسيط اللي معلوماته محدودة وينظر لرجل الدين وهذا خطأ على أنه خليفة الله في الأرض يستمع منه مباشرة. والله يا فندم، رجل الدين حينما يدعو المواطن وحينما يقول له عليك أن تتوجه وأن تمارس حقك الانتخابي وأن تمارس بناء الدولة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم للمؤمن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا ما وجه رجل الدين، ودعني أن أقول أو نصحح العبارة آسف، إذا ما وجه رمز الدين أو إذا ما وجه العالم الإنسان لمثل هذه المشاركات والاستحقاقات الانتخابية بناء على هذه الأسانيد الموجودة في الدين، فما المشكلة في ذلك؟ المشكلة إذا قال له إن هذا حلال أو إن هذا حرام. بعض الأراء لكي نعرف ما هي المشكلة على وجه التحديد من وجهة نظر هؤلاء. أحمد يتحدث من أسيوط. أحمد اتفضل. السلام عليكم. طبعا الشيخ عبد الله أنجز فأوجز، بس أنا أتكلم على موضوع تاني. إحنا منذ ثورة يناير عندنا مشكلة، ما الضرر؟ السؤال اللي حضرتك سألته في أول الحلقة، ما الضرر؟ الضرر إن 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 السياسة دي عاملة زي التفاحة الفاسدة اللي أنت لو حطيتها في وسط سلة تفاح صالح هي مش هتصلح، هي هتفسد التفاح. فإحنا بالضبط دخلنا السياسة عند رجال الدين فأفسدت رجال الدين، هي دي المشكلة منذ ثورة يناير. وبعد ما احنا سمحنا للاحزاب الدينيه بالمشاركه في الحياه السياسيه فافسدت رجال الدين. هنلاقي دلوقتي طلعت فتاوى، روح ما تروحش، روح حلال حرام، حلال ما علاقه الحلال والحرام بان انا اروح انتخب او ما انتخبش؟ ما هي علاقه الجنه والنار بان انا انتخب اروح اساسا للتصويت او ما اروحش؟ احنا بالنسبه للدستور رقم 2، الدستور بيقول في بند ده دوله مدنيه وليست دوله سيوقراطيه. واحنا عايشين في دوله سيوقراطيه طبقا للدستور، يبقى احنا بقى تعالى قول لي انت اروح ولا ما اروحش. زي بالضبط الحملات الصليبيه اللي جت على الشرق، كانت حملات دينيه تخرج من في العصور الوسطى من اوروبا كدول سيوقراطيه دينيه. بس إذا شيخ عبد الله، لا يحق لرجل الدين أن يشارك بأي قدر في هذا الأمر، الدعوة له بشكل مباشر؟ لا يا فندم، رجل الدين له الحق أن يبين، له الحق أن يبين رأيه. والفكر الثيوقراطي الذي يتكلم عنه الضيف الكريم، مرحبا به على كل حال، هو الذي يدعو الناس إلى إطاعة السلطان مهما فعل ومهما قدم باسم الله. فراية السلطان مؤيدة من الله سبحانه وتعالى لا يعتريها خطأ ولا زلل ولا زيف. والدولة التي نحن فيها دولة مدنية لكن دينها الإسلام، يعني دولة إسلامية. ومصر منذ خلقها الله ومنذ عرفت التاريخ وهي دولة لها دين من أيام الفراعنة وانتقل لغاية النهاردة. فالذي يقول إنها دولة علمانية أو ليبرالية لم يقرأ الدستور. أعيد النص مرة أخرى، الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فإذا كان هناك من يرفض هذا الكلام بداية فقد سقط طيب بحثي وكلامي يعني معه، أنا وعليه أن يقرأ الدستور من جديد. عبد الله، أنا شيخ عبد الله محتاج منك توضيح، لأن نعم. الأمر ملتبس علي أنا حتى شخصيا. حدود تدخل رجل الدين إذن؟ يعني أنا فاهم منك أن أنت رفضت فكرة الفتاوى اللي هي بتحلل أو تحرم الذهاب للمشاركة، لكن في نفس الوقت تقول ان من حق رجل الدين ان يتدخل. الحدود يا فندم باختصار شديد، الحدود الا يؤيد رجل الدين حزبا سياسيا باسم الله. يعني ما يطلعش منبر يقول انتخب حزب سين فمن انتخب هذا ذهب الجنه ومن لم ينتخب هذا ذهب النار. كويس. وبحمد الله تعالى ماتت هذه النغمه من زمان، من فتره. ما عادش حد بيعمل كده. كان طلع ناس زمان المنابر وقالوا اللي هيقول نعم هيخش الجنه واللي هيقول نعم لا هيخش النار، وتبين فساد هذا المنطق ولم تعد الناس تستجيب لهذا الكلام الان. كويس. لكن حينما يدعو رجل الدين او رمز الدين المسلمين والمواطنين
ممارسة استحقاقاتهم الانتخابية. أريد أن أعرف ما المشكلة في ذلك. المشكلة أنك في مصر، في دولة مثل مصر، مجرد الدعوة للمشاركة الآن في الظرف للدولة فيه، أنت أدرى مني ماذا تعني تحديدا، وكونها في حد ذاتها تعني تأييد فريق على حساب الآخر. المشكلة لا أن يا فندم، نحن لن نقول هذا، والأزهر لم يؤيد فريقا على حساب فريق يا سيدي الكريم. المشكلة أن السياسة متغيرة والدين ثابت، فعندما يقحم رجل الدين والله نفسه يا فندم كان نعلم هذا جيدا، وعلماؤنا يا سيد الحبيب الله يبارك فيك، علماؤنا في الأزهر الشريف لم يقولوا انتخبوا فلانا فإن فلانا هو رمز الجنة، ولم يقولوا من لم ينتخب فلانا ذهب إلى النار. يقولون للناس كلهم قاطبة يا أيها الناس اذهبوا وشاركوا وانتخبوا. أريد أن أعرف أين الزج بالدين في هذا؟ الذين يعترضون لابد أن يكون لهم حجة قوية نستطيع أن نفهمها، إنما الاعتراض لمجرد الاعتراض. أحد الأئمة يقول الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأعراض، فمثل هذا الأمر لا يصح أن يكون منطقا يناقش عليه. طيب خلينا نستمع لوجهة نظر أخرى. تفضل رامي يتحدث من فيوم. رامي تفضل. مساء النور، اهلا وسهلا. بس هو حكى، بس انا معترض على كلام الاستاذ، وعمال الشيخ عمال يقول الاسلام وهو دين الدوله والشريعه الاسلاميه هي المقدس التشريع، ده كله خارج نطاق الموضوع اللي بنتكلم فيه، وبرضه ده ما يديش ان الدوله اسلاميه، يعني دوله مدنيه وما لهاش علاقه بالدين. النقطه الثانيه، ان انت لما تقول رايك في ان انت ده حرام انك تروح تنتخب، بلاش انت ماشي اوكي ما قلتش انتخب ليه، بس مجرد ان انت تقول ده حرام وحلال على اي اساس؟ يعني انت ليه، انت باي حق تقول ان ده حرام وده حلال؟ وزي ما حضرتك قلت الدين متغير، يعني انا دلوقتي لو 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 واحد تاني قال لي لا ما تروحش، طب ليه الشوشره دي؟ يعني ليه ما يكونش الازهر يقول احنا ما بنقحمش نفسنا في السياسه خالص، والناس ليها الحق تقول اللي هي عايزاه. هو الشيخ عبد الله على عهدة الشيخ عبد الله يقول ان الازهر كان واضحا في هذا الامر ولم يصدر اي فتوى. الشيخ عبد الله يقول ذلك، الازهر لم يصدر اي فتوى بالتحليل او التحريم، لكن الفتاوى صدرت من اشخاص بصفه شخصيه. يا سيدي ده مجرد دي سياسه، ده يعني ده كلام من ضمن السياسه، هو بيخلي علماء من عنده يصدروا الفتاوي بس اللي هو بشكل دبلوماسي، هو بعيد عن الموضوع عشان ما يقحمش نفسه بشكل مباشر. طيب شكرا جزيلا لك يا رامي. شكرا جزيلا شيخ عبد الله. اخيرا، المتضرر هل يمكن ان يكون الدين بعيدا عن جدليه الازهر او دار الافتاء او اشخاص عاديين، عندما اكون انا مواطن بسيط استمع لراي وراي اخر وراي ثالث وكلاهما لديه نصوص واسانيد، هل يمكن ان يكون المتضرر من اقحام الدين في السياسه هو الدين نفسه؟ اولا يا فندم، الازهر الشريف اجل وارفع، وانا اعترض على كلام الاخ رامي، اجل وارفع من ان يبعث علماءه ورجاله ليقولوا كلاما ثم الازهر يقول كلاما اخر، هذا كلام فاسد ينبغي على قائله ان يستحي منه، هذا اولا. ثانيا، هذه وجهه نظر الشيخ عبد الله، هو حر فيها زي ما حضرتك حر في وجهه نظر، وانا من حقي ان اعترض على وجهه نظر، بس يستحي او لا دي حاجه كما هو اعترض. يستحي أولادي حاجة تخصه أنا كمان، وأنا لا أقبل على الهواء أن يقال إن الأزهر الشريف يا سيدي هذا رأي وأنت ترد على رأي بصرف النظر عن والله يا فندم إذا كان عنده دليل على ذلك يأتينا به، إنما طيب. ما عندوش دليل ما يقولش حاجة زي كده، ده كده قذف لعلماء الأزهر بالسوء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. تمام. فإحنا مش بنغلط في حد، إنما حضرتك ليست هناك خسارة. أنا لما أدعو الناس وأدعو حضرتك وأدعو جميع المصريين، يا جماعة انزلوا انتخبوا، ما العيب في ذلك؟ سؤالي ثاني، ما المشكلة في ذلك؟ أين فرض السطوة الدينية بسم الله على الناس؟ أين القول إن من انتخب هذا ذهب الجنة ومن انتخب هذا ذهب النار؟ ما قال الأزهر هذا ولا صدر عن هيئة رسمية من هيئاته. فينبغي على من أراد أن يتكلم عن الأزهر الشريف وعن رجاله أن يكون دقيقا في عباراته، ولا ينسب إلى الأزهر ما لم يصدر عنه في تصاريح رسمية أو في وثائق معتمدة. طيب. شكرا جزيلا الشيخ عبد الله رشدي الباحث في شؤون الأديان والمذاهب في الأزهر الشريف، كان معي عبر أقمار صناعية من مصر. العفو يا فندم. سريعا إذا كان هناك آراء جديدة يعرضها علي زميلي حزم الخولي. حزم محمد، بالفعل الآراء لا تزال تتوالى، ومن بينها ما كتبته فاطمة التي تقول يجب أن يتعود الإنسان العربي على المشاركة السياسية من باب الشعور بالمسؤولية والمشاركة في صناعة القرار بدلا من الخوف من فتوى معينة. محمود حسن يقول في مشاركة أخرى، يا سيدي لجأوا إلى كل الحيل والأساليب والترهيب والترغيب فلم يحضر أحد، ناقص بس يقولوا للناس أنتوا كفرة والصندوق سيدخلكم الجنة. علي ولد محمد الشيخ يقول المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون نابعة عن قناعة شخصية وليس من فداوى دينية.
فهد الزميعي يقول على تويتر: المصريون يعلنون نوعا من التصويت، عنوانه الصمت وعدم الاكتراث بما يجري، رسالة قوية معناها ما بني على باطل فهو باطل. محمد جميل يقول: عزوف الشباب عن المشاركة لأنهم رأوا نفس وجوه انتخابات 2010 اللي هم عملوا الثورة عليها. مصطفى يقول في مشاركة أخرى: عندما يرى المواطن الواعي برنامجا وخطة وإرادة للتغيير نحو الأفضل سيشارك سواء بدعوة أو بغير دعوة. إليك محمد. شكرا جزيلا يا حازم على هذه الآراء. فقط أشير لأن المشاركة أونلاين هي مستمرة على مدار الساعة، بالتأكيد تستطيعون الاستمرار في الإدلاء بالرأي على bbcarabic.com. من يفضل أن يشارك على صفحاتنا سواء على تويتر أو على فيسبوك، من يفضل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يستمر في إرسال هذه الآراء ونحن سنتابعها ونقوم بنشرها بالتأكيد. أيضا أشير فقط إلى أن حلقة مخصصة خلال الأسبوع القادم ستكون معتمدة على آرائكم وأفكاركم أنتم. إذا كان لديكم فكرة ما تريدون أن تتواصلوا فيها مع نقطة حوار وتعتقدوا أنها ستكون ربما فكرة جيدة وموضوع جيد تريدون أن تشاركون به ويشارك الجميع في إنتاجه، ربما تكون أنت واحد من منتجي نقطة حوار الأسبوع القادم. ابعثوا بمختلف الأفكار، أكثر الأفكار جاذبية ربما وأكثرها إقبالا وتعليقا من المشاركين لدينا على صفحاتنا، سنقوم بإنتاجها والتحاور بشأنها على الهواء مباشرة وستكون من إنتاج واحد منكم بالتأكيد. بقية الأفكار أيضا سنستمر في استقبالها على وسائلنا المعتادة سواء على فيسبوك أو على تويتر أو على صفحة شارك برأيك على موقعنا bbcarabic.com. من يفضل دائما وكالمعتاد التواصل بشكل مباشر مع نقطة حوار، واصل معكم الحديث على خطوط الهاتف المباشرة عبر راديو بي بي سي. معي أنا محمد عبد الحميد، بعد الحديث.